وياكم طارق الهاجري. في الحلقة هاي راح نغطي ورشة الشيخ سلطان القاسمي. اسعد الله ايامكم كل خير. اليوم الحلقه مختلفه تماما. اليوم ندخل شوي جو الدريفت وجو الريس والامور هاي. انا في ورشه الشيخ سلطان القاسمي جزاه الله خير. سمحنا ندخل هالمكان ونصور السيارات. ما شاء الله عليه شغوف بالسيارات بشكل كبير، يحب يجرب انواع كثيره من السيارات ومن السباقات، لكن شوي داخل في الدريفت بشكل كبير، بطل في الدريفت، وراح نتعرف عليه بشكل اكثر. مشهور انه ما شاء الله ما في سيارة عنده مو بالإس، يعني ما شاء الله أثبت أن الإس تدخل في كل أنواع السيارات. بنشوف السيارات وراح تتفاجئون. الحين بس ندخل داخل ونتعرف على الشيخ وناخذ منه جولة على السيارات ويعرفنا عليهم واحدة واحدة إن شاء الله. السلام عليك. عليكم السلام، مرحبا في طارق. جزاك الله خير بصراحة أنك دخلتنا المكان هذا. نورتنا. أهلا وسهلا. جزاك الله خير، وإن شاء الله تعطينا فكرة أول شيء عنك أنت زيد وعن السيارات الموجودة هنا. حياك. متى بديت؟ كيف دخلت عالم السيارات؟ حياك الله. بالعكس، أول شيء أنا أخوكم سلطان القاسمي، وبدينا في هواية سيارات طبعاً يمكننا صغار، دراجات وكذا في البيت يمكننا صغار. عقب رحت أمريكا ما شاء الله، ولما كنت أدرس هناك شوي تعمقنا في الدراجات وكذا، تعلمنا هناك ما حد تعال يا فلان ساعدني، بالعكس تبغى شيء كل واحد يشتغل بروحه هناك. بالضبط. ايه؟ ودخلنا عالم الدراج شويه والكارشو. كارشو زين. النص الكوس اللي حطيناهم هناك كان اوروبا امريكا لما كنا صغار، فهذيل مثلا حق هذه النرويج، هذا درفت، هذيل ها كارشو، هذا الدراج وي اللي كان في امريكا نيو انجلند اللي هو نيو هامشير، هذا للدرفت، هذا درفت، هذا دراج، هذا دراج شو اسمه كارشو، يعني ميكس هنا في الإمارات حسب، يعني ميكس حاطين دول مختلفة ما شاء الله. ومن هنا البلاد حولت إلى درفت، لأن ما شاء الله شفت إنه بدوا الشباب أول من 10 سنين كان درفت مبتدئ هنا، دخلنا معاهم وعجبني المجال والحمد لله استمرينا. لا ما شاء الله عليك بطل في الدرفت بشكل كبير جدا، والحلو بصراحة تنوع السيارات واختلافها عن اللي الناس متعودة عليه. بالضبط. يعني تحب تطلع شيء مو موجود عند الناس، هذا اللي بصراحه شيء جميل، وخاصه الشيء هذا صراحه هذا فعلا مفاجاه. الموسم اللي راح البريطانيين كلهم تفاجئوا والعالم كله بصراحه، والحلو كل اللي راح تشوفونه هني شغل الورشه هاي، فهذا فعلا اللي هو فعلا شيء متميز ومختلف عن باقي، يعني مثلا المتسابقين يحب يشتغل بنفسه ويحب يسوي الشيء اللي خاطره ما شاء الله. هاي أوستن مارتن. هنا موديل كم هذه؟ 2014 او 12 والله عداك الكذب. شلحناها كانت سياره شغاله مرقمه، جربتها سكتها استعملتها فتره، وبعدين طلعت كل القطع منها وسويتها حتى السقف، يعني كل القطع من كاربون، كاربون فايبر، كاربون فورس كاربون فايبر محليا سويناه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. البيبان، الرفارف، السقف، البونيت، طبعا عليها اللس، طبعا عليها اللس ما شاء الله كل شيء عليه اللس. هذه الماكينه لو تشوف طبعا لان ميد انجن السياره راجع لورا بدون ما اقص الفاير وول، اللس توين توربو درايسام، هذا توربو وهذا توربو ما شاء الله تبارك الله. سيكوينشل عليه كويك تشينج، والانتيريور طبعا السياره مصممه للدريفت فقط، هي فكل السسبنشن، طريقه السياره، التواير اللي قدام كيف طالعه بهالطريقه، الكامبر، الامور هاي كلها خاصه بالدريفت، فعسى بتجي تشوفونها بهالطريقه. طبعا مثل ما قلت الهاند بريك على فوق للدريفت، القعده، الستايل، كل واحد يسوق على راحته، فانا هذا احسن احلى تركيبه لي مثل ما يقولون. وما شاء الله قلت لي انت بعد ان الجير كان قبل ورا في نعم. السياره هاي وحطيتها قدام، رديتها قدام عشان الراديتر ما شاء الله، راديتر حطينا في الخلف. هاي البورش كان عليها اللس، كان عليها اللس قبل امس، اليوم امس هاليومين خلصنا رجعناها وكذا رديتوها، هي لا
لان اظن كان عليه 6.8 اللي هو الاس 3 ستروكر. اي فشوي الصوت كان عالي مزعج شوي. ست دبات وبعد ما يعني انا احب السياره تكون هاديه شوي. هاي البورش اللي هي الليتات اللي تحت شو نوعها هاي؟ هذه الكت اللي سموها اولد نيو جابان، نرجع باك ديتي خلوه شوي شكلها كلاسيك وايد بودي. طبعا اير سسبنشن نشوفها مرتفعه لان يحركونها وكذا، لكن اير سسبنشن نفس سيارتك. وطبعا مش نفس الكدلك ما شاء الله هذيك. لا بس ما شاء الله جميله صراحه، ستانس مالها فنان. الله يسلمك. وهاي اللكسس بعد اللس. هذه اللكسس اول وحده من 2016 مسوينها نحن اول ما نزلت اللس. طبعا سياره للدريفت فقط، استعملها في الاوبن نايت وكذا مش للكومبيتيشن يعني حق وناسه. ما شاء الله. وهذه البي ام كان عليها الوبر انتيك. طبعا بطل بونيت راجو. طبعا هذا راجو. راجو ما شاء الله عليه الرجل السحري ويا نور. نور اي هم اللي يسوون صراحه ما شاء الله عافيه عليهم والله. فهم ضفيره مسوينا نحن كله وكذا، بس كان عليه وبرات. هذا بونيت ثاني، بونيت قديم موجود. هي. بس حق استعمال شارع وكذا قلت خلني ارجع انتيك وكاله، بونيت وكاله، ونشوفها ان شاء الله مشغلها بعد شوي. ما شاء الله تبارك الله. وهاي فورد موديل 32 طبعا بعد اللس، بس ما قدرت اكمل المشروع لان الايرباج مليك شوي. هي. بعد سبت القزوز وكذا ما خلصنا فخليناها. بس ما شاء الله حلو تشوف السيارات هاي الهوت رودز الثلاثينات، لان فعلا ما تشوفها في منطقتنا وايد. صح. وحلو تشوفها بصراحه. ان شاء الله تكمل المشروع ان شاء الله. ان شاء الله قريب. وهاي البي ام طبعا بعد اللس. هذه لا بطلنا عنها كل شيء الحين. هذا البودي، بودي ماله كامل كفلر مش كاربن اللي هو هالماده. فتشوف اني من داخل كاربن، لكن هو البودي انا صبغته اسود، البودي كامل كفلر. قاعدين نعدل فيها كم من شغله. هاي كانت سيارتي قبل 3 مواسم في الدريفت. في الدريفت استعملتها شوي، لكن شوي حسيت البودي كبير فسوينا الاوستن بداله. هذه هي اللي يسمونها، هاي احسن على اساس انه احسن سياره درفت للسيلفيا اس 15. انت كنت موجود لما فزت فيها صراحه. صح في راس الخيمه. اي نعم. السياره ما شاء الله مثل الله، بس قاعد ابدل جيرها، حطينا لها دوك بوكس بدال الترمك. السؤال بس يعني مثلا انت عندك السيلفيا هاي والاوستن مارتن، الاختيار بينهم في الدريفت انت تختار هاي على هاي باي اساس، او شو الفرق بينهم من ناحيه الدريفت يعني؟ لو اذا واحد شوف اسهل سيارة طبعا الاوستن كلها كاستم. هي مو يعني بتقول اني بروح اجيب لي قطعه ولا شيء جاهز اوف ذا شلف، ما في ما في شيء، هذه كل القطع لها موجوده بتحصلها موجود. بس لا انا اتكلم من احساس الدريفت، سواقه الدريفت. انا شوف طبعا اسهل سياره سواقه اللي هي السيلفيا، لكن لان شوي انا طويل وزني، الاوستن لو انه تشوفها صغيره لكن مريحه جدا، مريحه من داخل هي. جدا واسعه من ناحيه السواقه، اللفات الامور هاي. هل تشوف الاوستن وايد احسن في التحكم يعني؟ الدريفت نصه اصلا سواقه، لو انت مرتاح تسوق عدل. حلو. فلو انت يعني لو سويت لك سياره انا بطريقتي يمكن انت ما تعيبك، وتقول لا شوي ضيقه يمكن. بالضبط يعني معناته انه يعتمد على السائق وشو مرتاح له في الدريفت نفسه. بالضبط. في ناس يقول لك انا احب التو جي والانتلاق وهذا. انا بالعكس لو الس التورك موجود طول الار بي ام. طبعا هذه هي. في ناس يحطوا لك انتلاق وتعويض، بس انا اشوف لا، هاي نتكلم عنها بعدين. هاي صراحه مشروع القادم ان شاء الله شيء مختلف تماما. شفتوا الاوستن مارتن كيف مختلفه؟ هاي بعد اقوى عنها ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين بنروح للجزء الثاني. هذا كان نص المستودع. بعدين اضطريت احتجت مساحه اكثر، ف
اخذت المساحه البقية. اللي هناك شوي مختلف عن الموجود هني نوعا ما، مو بريس، بنشوفه ان شاء الله الحين ونطالع السيارات اللي هناك. ما شاء الله تبارك الرحمن. اول شيء طبعا تلاحظه هالثنتين حلوات، شو هن هذيلا؟ هذه الات 6 تويوتا ات 6 العصريه، هي نزلت عندنا في الخليج وفي امريكا في ترينو، في مسميات مختلفه، كورولا هي الاصل، الكورولا كورولا في امريكا. نعم. في اليابان، في اليابان هي اصلا تويوتا كورولا موديل 86 85 كذا، وهاي ما شاء الله وكاله صح، هم اثنيناتهم وكاله الا شوي يعني، هذه رنجات انجكتر، انجكتر ورنجات بس عليها، ومن الداخليه كلها وكاله، والمكينه انجكتر وكاله، مكيف شغال، وطبعا تعرف ما شاء الله مكيف التيوتا طبعا. هاي محبين الياباني ومحبين الدريفت نوعا ما تعتبر من اصل الدريفت بالضبط، يعني اول ما بدوا الدريفت قبل كانوا يبدون بالسياره هاي، والسبب انها توزيع الوزن وخفيفه جدا السياره، وطبعا هي اللي تقدر اسهل في التحكم من ناحيه كوكاله يعني بالضبط، وكانت رخيصه كورولا صح، كانت رخيصه تناول الجميع بالضبط، وبدات هي كان يعني هي اللي ابدا الدريفت مثل ما يقولون، هي الجود فادر. سنه كم هاي؟ هذه 86، هذه اظني لو تشوف على الشاصي 85 وهذه 86. هذه لونج تيوب فول تود هيد دبل ويبر كاربريتر ويسكو بيستن اتش كي اس كاب، السياره يعني 500 600 مايل تقدر تقول عن الماكينه، شادينها قبل 20 سنه في امريكا ما شاء الله. قصتها قصه السياره هذه. الحين هالثنتين موبلس وهاي موبلس، لان عليها فعلا ماكينه مميزه، عليها الروتري. الروتري مكاين اللي ما يعرف الروتري، هي مو بساتم نفس العاديه، نفس المثلث يدور داخل السمبوسه. سمبوسه لو نلاحظ كيف صغيره الماكينه، والماكينه بس هذا اللي تحت ما ادري واضح ولا لا، لكن هو عباره عن نفس المثلث يدور، وفيها كم بلك فيها؟ هذه تو روتر، فاربعه مفروض يعني. اي واحد هذا مع اربعه. طبعا صوتها مختلف تماما عن باقي السيارات من ناحيه الاشتغال وطريقه الايدل، مختلفه تماما عن الصوت اللي احنا نعرفه. نشغلكم اياها. حلو. هذه ماكينتها البريتش بورتد. هي. اللي هي اللي تمسك البريتش بورت، يكون المثلث اصغر هي. من البور، فاليوم ما يدور كانه بيبند يطلع صوت هذا هو، يعني اكثر شيء بتسمعون الريتري واضح في هالسياره بالضبط. طبعا محبين الياباني، ستايل ياباني 100%. هذا الكت البادي كيت اللي عليها شو هو؟ هاي البي ان بلستر، نروح تقريبا الكلاسيك الاصل القديم، هذا هو يعني تقريبا 8 شهور لما حصلناه، توقف الكت هذا فحصلناه الحمد لله في السياره كامله مشدوده في ايرلندا ما شاء الله، فحصلناه ودوه هناك وسووا لي الماكينه وكل شيء. هاي مازدا ارك 7 بس للتذكير يعني. ايه اف سي القديم. موديل كم؟ الاف سي نزلت من 87 اظني لين اول التسعينات، قبل اخر موديل اف دي اللي الجماعه معتادين عليه، هذا البوكس. هذا اللي قبله. ايه نعم. طبعا فورد اكيد عليه الاس، مو باي الاس بعد عليها توربو. السنجل عليه. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هاي سيارة رملة. اي نعم. وعليها جرافات. سنجل السيارة عليه تي اتش 400 3 سبيد، نفس اللي تركبونه على الكلاسيك تي اتش 400. اي نعم. هذا نزل من عام 63، تعرف انه نزل على الكادلك قبل؟ بالضبط. اول ما نزل على الكادلك. صح. فالحين طبعا اكثر جير يستعملوا يقوونها في الدراج، مشهور الجير هذا انه يتحمل بشكل كبير. صح. جدا. يعني تقريبا من اقوى الجير اللي نزلت سواء الجي ام وغيرها. طبعا عليه 9 انش فورد. ما شاء الله. تيوب شاصي هذا. اي. نوعا ما يعني الشاصي موجود لكن بس عليه تيوب حسب السسبنشن او الجنبينات يكون لها مساحه، والسيفتي طبعا ما شاء الله. هذا كان مثل ما يقولون مشروع سريع سريع، كانت عندي بطوله سياره اخوي حسن، هذا خلانا نعدلها. ف طبعا اللس والنايترس موجود ما شاء الله، عندك كل الكومبينيشنز للاس سواء النايتروز توربو سوبر موجود. بالضبط. السوبر هذاك اللي هناك، هذا النايتروز هذاك السنجل توربو، وهذا سوبر. سوبر اخترنا السياره نطلع فيها لفه.
هذا مو بإتش يعني واحد فوق تحت فوق تحت اي بس طبعا بدون مش ستريت كات يعني الحين شوي تسمع الكاركتر انه البودي شوي فاتح مفتوح لكن ما شاء الله الصراحه اول مره اسوقها ترى لان الحين جيجات كل شيء شغاله صراحه طبعا هاي استخدام ستريت يعني تكون نوعا ما بوشات وكاله الامور هاي وكاله بحيث انها تكون سهله السواقه ما تكون شوي متعذب بس انا صراحه مستغرب ما شاء الله سواقتها سهله من بعد سهل إيه؟ اول مره اسوقها فالسياره ما شاء الله مكيف تمام جيجات تمام لا في حراره الحمد لله غير اوكي ما شاء الله يعني في مكملات لازم نخلصها لكن سو فار سو جود مثل ما يقولون ما شاء الله اول مره اركب بي ام عليها اللس مش صوتها مو بعالي يعني لو نسكر بس نسوي للبنت لا ما شاء الله الصوت حلو وايد حلو يعني مو ابدا مو مزعج يعني في النهايه نشكر الشيخ سلطان على استضافته لنا واللفه اللي اعطاناها في الورشه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يباركه ويزيده وان شاء الله تكون الحلقه البسيطه هاي عجبتكم لا تنسوا الاشتراك بالقناه ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الثانيه مع السلامه